اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الله الرحمن الرحيم. حديث ترينا على الله كذبا إن قلنا في ملكك بعد استجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا فإن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولوا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فيكم فكيف آسفا على قوم كافرين. فما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يزرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون.